إخواني أخواتي، يعني لوضع النقط على الحروف منذ البداية، أقول أن أولاً أنتم هنا في بيت التونسيين، هذا البيت مفتوح لكل التونسيين والتونسيات، إذن أنتم في بيتكم. ثانياً، الذي يتوجه إليكم هو واحد منكم، ليس رئيس الجمهورية، انسوا رئيس الجمهورية، الذي يتوجه إليكم هو واحد منكم، هو واحد من نواب الشعب. أنا أتذكر أن الأيام السعيدة، ولو أنها كانت صعبة نوعاً ما، هي التي كنت موجود فيها بينكم، وبالتالي فأنا الذي يستقبلكم في هذا المكان هو واحد منكم ويتوجه إليكم بهذه الصفة، نائب من نواب الشعب يتوجه إلى نواب الشعب. النقطة الثالثة التي أود أن أركز عليها هو أنه يعني نحن نعيش أيام خارقة العادة، أيام غير مسبوقة، وفي هذه الأيام نحتفل بنصر حققناه جميعاً. النصر اللي حققناه للبارح شفته يعني اعتراف العالم به، ليس نصر شخص، وليس نصر حزب، وليس نصر ترويكا، وليس نصر رباعي ولا خماسي ولا كورتات ولا كذا، نصرنا جميعا. وهالفكرة هذه متاع أنه احنا كلنا حققنا النصر، والنصر هذا هو نصر جميع، هي لازم تكون فكرة الحاضرة على الأقل في هذه الفترة السعيدة. خلينا ولو لبعض دقائق، لبعض ساعات، لبعض الأيام إذا استطعنا، ننساو كل الخلافات اللي هي طبيعية، السياسة كلها صراعات وخلافات، وهذه طبيعة السياسة منذ خلقت وستبقى كذلك إلى يوم يبعثون. لكن ثم تجي لحظات من التاريخ اللي أكبر منا، أكبر من خلافاتنا، أكبر من مطامحنا، أكبر من صراعاتنا. إحنا عندنا شرف أنه عايشنا هذه اللحظة، وربما لحظة لن تتكرر، لأنه في ساعة في ساعة حليمة ستعود إلى عادتها، والسياسة ستعود إلى قوانينها الرهيبة، والآلة باش تعاود تعركنا جديداً، وهذا شيء طبيعي. لكن خلينا بجاه ربي، باش نقول بجاه ربي، خلينا نفرحوا ونفرحوا بهذا النصر اللي هو نصر جماعي لنا كلنا، كنا معارضة وكلنا بدون أدنى استثناء، كلنا حققنا النصر وكلنا يجب نفخر به. إذا كانت حطت هذه الفكرة أنكم أنتم في بيتكم وأنا واحد منكم ونحتفل كلنا بنصر، نصرنا جميعا، وأهم نصر حققناه هو نصرنا على أنفسنا، أنا ذاك النجم نحكي. البارح شاهدته أنا، علاش أصررت أنه يعني الاحتفال متاع البارح يكون في مجلس التأسيسي وليس في مكان آخر؟ لسبب بسيط، لأني نعتبر أنه إلى يوم الرحمن هذا المجلس التأسيسي هو السلطة التأسيسية، هو ما نبع منه كل شيء، هو المكان الذي كتب فيه الدستور، هو المكان الذي كتبت فيه الوثيقة العظمى التي يعني ستحمي إن شاء الله بلادنا من الدكتاتورية ومن الفساد إلى آخره لقرون. هذا هو البصر، المجلس التأسيسي هو مصدر السلطة التأسيسية، هو منبع كل شيء، وبالتالي أي احتفال بحدث كهذا لا يمكن يكون إلا في ذلك البيت. وأنا سعيد أن الحفلة هذه كانت تعدات البارح وتعدات تعدات مليح، وحقيقة يعني كل الناس اللي مشاو مشاو مبهورين رغم بعض الأشياء البسيطة هنا وهناك التي لا يخلو منها أي عمل بشري، أي عمل بشري بطبيعة الحال لابد يكون فيه نواقص وعيوب، لكن مرة أخرى في عوض نركز على هذه النواقص والعيوب، خلينا نركز على الحدث، الحدث الجليل، الحدث العظيم، أنه البارح العالم كامل جانا، والعالم كامل شاركنا فرحتنا، والعالم كامل اعترف بنا. العالم هذا حط مسؤولية كبيرة، سمعتوا كلكم اش قالوا، اللي انتم الآن عندكم خيارين، النجاح أو النجاح، وانكم كلكم الآن مطالبون باش تنجحوا، مش فقط لهالبلاد الصغيرة متاعكم، وإنما للديمقراطية، للعالم العربي، ولهذه المسؤولية هذه يجب أن نكون بها جديرين. من دون تطويل، أنا حبيت هالحفلة هذه يعني تكون حقيقة حفلة، جملة من هذه الحفلات التي ننسى فيها خلافاتنا ومن شكون مع من وكل هالأمور هذه. خلينا في هاللحظة التاريخية، اللحظة السعيدة، يعني نوصلوا إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية. أنا حبيت فقط نقول اللي عادة نحن ما نعترفوش لبعضنا لبعضنا، احنا دائما وابدا نريد الاعتراف ولكن لا نعطيه. أنا الأوان أن نعترف لبعضنا البعض أننا قمنا بعمل جبار، وأن عندنا الحق باش نفاخروا بهذا العمل الجبار، وأن عندنا الحق باش نشكروا بعضنا. وأقول لك لا، لا شكر على واجب إلى آخره، صحيح لا شكر على واجب، لكن إذا كان وجب الشكر فليكن، خلينا نشكروا بعضنا مش مشكلة، خلينا نكون راضين على بعضنا مش مشكلة ولو مرة في الحياة. أنا نحب هنا يعني وهنا مضطر باش نلبس كسوة رئيس الجمهورية باش نقول، لكن مرة أخرى ليس تباعداً أو علواً أو خروجاً عن المنظومة، أنا دائماً وأبداً من داخل، من قلب المنظومة، من وسط المنظومة، نحب نعبر يعني هنا كنائب، كرئيس جمهورية، كمواطن،
على بالي الشكر والتقدير للأخي وصديقي مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبيه يعني محر زي العبيدي والعربي عبيد. أريد أن أعبر عن يعني بالغ الامتنان للمقرر العام للدستور سيد حبيب خضر ومساعديه أزاد بادي ومبروك الحريزي، للسيدات والسادة النواب أعضاء اللجان التأسيسية، للسيدات والسادة أعضاء لجنة التنسيق والصياغة، للسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة التوافقات، للسيدات والسادة نواب المجلس الوطني التأسيسي برمتهم، للسيدات والسادة موظفي المجلس الوطني التأسيسي من مستشارين الذين شاركوا في عمل اللجان التأسيسية، للسيد كاتب العام المجلس الوطني التأسيسي وإداريين وتقنيين وعمل ويعني أمنيين وحراس المقرات إلى آخره. لكن اسمحوا لي أيضا أن أتوجه بالشكر إلى عائلات النواب، دائما وابدا الجنود الخفاء يقع نسيانهم، عائلات النواب اللي يعني عاشوا ظروف صعبة، وخاصة النواب اللي ساكنين في أماكن البعيدة. يعني هؤلاء نحب نفتح قوس هنا، لأن ربما تعلموا اللي بعض النائبات ولدنا في هذه الفترة اللي هي فترة مخاض الدستور وولادة هؤلاء الأطفال في هذه الفترة اللي هي مخاض الوثيقة العظمى، بالنسبة لي عنده معنى خاص، ولذلك مرحبا بهؤلاء الأطفال اللي هم الآن إن شاء الله فال على تونس، فال خير. نحب إذن بجانب تضحية العائلات اللي هم في الخارج ومن هم في جهة بعيدة، عائلات أيضا من فقدوا أزواجهم وأبائهم، وهنا نحب نترحم على البراهمي والعلوش اللي يريد كانوا بحذانا هنا كانوا شاركونا فرحتنا، وبطبيعة الحال الله يرحمهم، لكن يعني كانوا موجودين هنا، كانوا أرواحهم موجودة هنا وكانوا مشاركونا في هذه الحفلة. أريد أيضا أن أنوه بأن العمل اللي قمت به لم يكن عملا بسيطا، عمل كان صعب جدا، سواء بالتجاذبات الضغوطات الحملات، كنا نذكر كيف كان ذلك الصيف المشؤوم، لكن رغم الضغوطات الهائلة ورغم النقد والقدح والتحامل ورغم كل شيء استطعتم أن تنجزوا هذه الوثيقة التي ستشكل يعني تقاطع طريق في تاريخ تونس. أنا أريد أن أثمن أيضا الروح التوافقية التي قل نظيرها. اليوم وقت نتحدث عن نموذج التونسي، شنو النموذج التونسي في الانتقال الديمقراطي؟ هو مكون ثلاثة أربعة أشياء. أولا مكون من دور جيشنا الأبية الذي حمى هذه المؤسسة الدستورية القانونية ولم يتدخل في السلطة، هذا النموذج التونسي. الجزء الثاني من النموذج التونسي هو أنه يعني هالحكومة الائتلافية، رغم كل ما يمكن أن نقال فيها، على كل حال شيء جديد أنه المعتدين من كل الأطراف، وهذه الحكومة كما تعلمون بقيت دائما أهلة للتوسيع، هذا أيضا جزء من النموذج التونسي، والابتعاد عن كل هذا الاستقطاب الثنائي الحاد اللي شفته إلى أين يمكن أن يؤدي. استطعنا تفادي هذا الاستقطاب الثنائي، أو على الأقل التخفيف منه، أو على الأقل عدم جعله يمنعنا من العمل المشترك. دور المجتمع المدني، وما أدراك ما المجتمع المدني، وأنا أفخر بأنني من أولاد هذا المجتمع المدني اللي لعب دور الذي تعلمون، لكن بالأساس هو هذا الوفاق الوطني، هو هذا الحوار الذي لم يتقطع لحظة. الدار هذه احتضنت كما تعلمون أكثر من مرة، هذا الحوار وقع في كل مكان، وقع في اجتماعات الترويكا، وقع في كل مكان، هذا الحوار الوطني، هذه التوافقات الوطنية، هذه هي اللي أجبرت العالم كله على ينتبه إلى البلد الصغير ويقول فيه حاجة خارقة العادة لم تقع في أي مكان. في أي بلد تجد يعني ناس ينتمون إلى تيارات عقائدية وإيديولوجية مختلفة ومتباعدة يجلسون ويتفاهمون، وإلى آخر لحظة يعني تبدو كأن الأمور ستخرج عن السيطرة، فإذا به 200 نائب من 216 ويعني يعطون هذا الدستور اللي هو اليوم أقوى دستور ممكن، ليس فقط بقيمه، ليس فقط بما هو مضمون فيه، وإنما بهذا العدد الهائل من الناس الذين صوتوا عليه، بما يعني أنه لا يمكن القدح في أي شيء من شرعيته، بغض النظر على أنه أيضا قوة هذا الدستور أنه ليس له أب وليس له أم، هذا الدستور له آلاف الآباء والأمهات. هو يعني هذا العمل الجماعي الجبار اللي قمنا به الكلنا، آلاف من الناس شاركوا، وأنتم كلكم عايشتوا هذه المراحل متاع هذا المخاض الصعب الذي ولد لنا هذا العقد الاجتماعي السياسي اللي باش يحكم تونس إن شاء الله لقرون وقرون. إذن مرة أخرى من دون إطالة، مرحبا بكم أيا كان نوع التكريم، فأنتم الذين تكرمون،
فهمني، أنتم تكرمون بوجودكم في هذا المكان. التكريم الحقيقي الواقعي هو أنكم يعني هو الذي ستأخذونه من الشعب، من التاريخ، من هذا العالم الأجمع الذي جاء ليقول لكم مدى إعجابه بما قدمتم من تضحية. وأنا فخور أيضا ب يعني بأننا كلنا أعطينا البارحة صورة ناصعة لتونس الحبيبة. إذن أقبلوا مني كل هذا الامتنان، أقبلوا مني كل هذا الشكر. واحد من بينكم، ابن من أبناء تونس، يعني التضحيات كنا ساهمنا فيها والطريق إن شاء الله مازال أمامنا، وإن شاء الله هذه الروح التوافقية اللي تعلمناها، هذا الحوار الذي لا ينتهي، هذا العمل الذي لا ينتهي إن شاء الله، يعني وأنا عندي ثقة أنه لن يعني مش فقط مرحلة وانتهت، الكلنا إلى آخر رمق في حياتنا سنبقى يعني مطبوعين بطابع هذا ما عشناه، بحيث الشيء اللي عشناه كله هذا مش باش تبخر، بل بالعكس نتصور أنه ساهم في إنضاجنا كأفراد، وساهم كإنضاجنا في حركات سياسية، وساهم كإنضاجنا كشعب، وهذا الإنضاج إنضاج إن شاء الله سيتواصل وسيعطي الكثير من يعني من ثماره في بقية الدرب. شكرا جزيلا ومرحبا بكم مرة أخرى وتحية تونس.